تحية لكم متابعي تلفزيون مصر الرياضيات من معبر جمهورية غرب الخليل. يعني شهدنا الكرام نقول لكم هذه الصورة من معبر طرقومية حيث ينظم العمال الفلسطينيين وقفة احتجاجية وإضراب عن العمل احتجاجا على نقل الرواتب إلى البنوك، وهذا اعتبره العمال قرار مرفوض وباطل، حيث تنظم هذه الوقفة الآن على جميع المعابر الفلسطينية. هناك احتجاج على نقل الأموال إلى البنوك. مشاهدينا الكرام نقول لكم هذه الوقفة الاحتجاجية التي ينظمها العمال الفلسطينيين على معبر طرقومية وكافة المعابر الفلسطينية، حيث ينظمون وقفة احتجاجية على قرار الحكومة الفلسطينية نقل رواتب العمال الذين يعملون داخل الخط الأخضر إلى البنوك.
البنوك، وهذا القرار يرفضه العمال رفض تام ويعتبر ينزل.